شهد القطاع العقاري نمواً في حجم التداولات العقارية، حيث بلغت قيمتها 4 مليارات و600 مليون درهم، ونسبة نمو وصلت 10% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. انتعاش ملحوظ ونمو في حركة السوق العقاري بالشارقة في ظل معطيات جائحة فيروس كورونا المستجد، هذا ما كشفت عنه لغة الأرقام الصادرة عن دائرة التسهيل العقاري بالشارقة للربع الثالث من العام الجاري، والتي أكدت بأن حركة التصرفات في القطاع العقاري بالإمارة حققت نمواً لافتاً، نمو يؤكد قوة ومتانة اقتصاد الإمارة ذات البيئة الملائمة للاستثمار والجاذبة للمستثمرين. طبعاً شهدنا في دائرة التسجيل العقاري تسجيل 4.6 مليار في حجم التداولات، وهذا الرقم يشكل 10% زيادة عن نفس الفترة من العام السابق، وهو مؤشر جيد على عودة النشاط الاقتصادي والعقاري في الإمارة إلى نشاطه في ظل التباطؤ الاقتصادي وجائحة كورونا. كذلك سجلنا 3500 معاملة سندات ملكية، وهذا الرقم زاد عندنا بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام السابق. كذلك سجلنا 1.9 مليار درهم في حجم الرهونات العقارية، وهو مؤشر جيد على عودة القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد والنشاط العقاري في الإمارة. في الجانب الآخر، كان للدعم الحكومي والحوافز المقدمة من حكومة الشارقة تأثير كبير في تعزيز حركة القطاع العقاري. كذلك نثني على دور الحكومة في دعم المحفزات الاقتصادية اللي وردت على دفعتين، وكان لها الأثر الكبير في دعم القطاعات الاقتصادية في الإمارة كافة نشاطاتها. النشاطات هاي شملت تخفيض بعض الرسوم وإعفاء من بعض الرسوم، كذلك شملت إلغاء وتخفيض بعض الغرامات، بالإضافة إلى تقسيط وتسهيل تمديد بعض الخدمات وإعفاء من بعض التأمينات. هذا الانتعاش العقاري انعكس بدوره على مختلف المشاريع الحيوية في الإمارة كجزيرة مريم، المشروع الرائد الذي وصل في مرحلته الأولى لمراحل متقدمة ليتم تسليمه في موعده المحدد نهاية العام الجاري، ويعتبر هذا المشروع بمثابة وجهة عقارية سياحية استناداً لموقعها الجغرافي المميز وما توفره من مرافق خدمية وترفيهية جهزت بأعلى المستويات العالمية. وفي الجانب الآخر لمدينة الشارقة وبالقرب من المدينة الجامعية، وصلت نسبة الإنجاز لأحد المشاريع العقارية الضخمة مجمع الزاهية إلى 40% من أعمال الإنجاز، وتم بيع ما يقارب 65% من المشروع، ويضم مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة تتراوح بين الاستديو والشقق والمميز بطابعه العصري الفخم، بالإضافة لتوفر المرافق الخدمية والمسطحات الخضراء على امتداد الوحدات السكنية والحدائق الخاصة بأهالي المكان. وتعد هذه المشاريع العقارية الضخمة التي تتخذ من الشارقة موقعا لها بمثابة شاهد على قوة القطاع العقاري في الإمارة. شهد القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام الجاري في الشارقة نمواً ونشاطاً ملحوظاً، لا سيما مع تزايد الطلب على الشراء، وهو ما يعكس النمو المتواصل والتصاعدي في هذا القطاع الحيوي. لأخبار الدار، وليد الأصبحي، الشارقة.